واش انت اللي كتهضر بزاف حكم انت عندك معلومات كثيره باغي تسول خو اخر اولا كتحاول انك تسمع تم اللي تهضر اولا كتحاول مره تهضر مره تسمع مره تهضر مره تسمع كتكون حاول توازن. الحاله الثانيه هي حاله حين تضغط شجار قوي بين قوي شخص اخر واش ما كتقع شجار عادي كيف تتصرف واش تنسحب حتى لو كنت كتكون سمعت هادشي بحال اولا تحاول بحث الحل المشترك تحاول تقول لي سلام اجي جلسوا شي حل مشترك كان تعرف المشكل اصلا علاش كاين او تنهي كثر كتقول بعض المرات عن غوتي اللي غادي تسكت انت كتطلع الصوت ديالك وكيتكلم وكيخرب كيسكت. في حال كان كنت في مكان ما ولم تكن تعرف احد من الموجودين كتدخل بعض المرات كتبان لي شي حاجه تجي شي ورشه تكوينيه ما كتعرف حتى واحد وحدك ولو كيهضر مع صحابو من جالسين حتى واحد بقيت حاصل شنو غادي دير؟ تحاول تجي شخص واحد من ثلاثة شي واحد تجبر بيه من عيش بوحدي تحاول تقرر بيه تجلس بصمت وتراقب ما يحدث كتبقى عادة كتفرج انت كتقرا الايماءات ديال الاشخاص اولا تقتنع بمجموعة وكتقرا بشي مجموعة وكتطفل كتجلس معاها ماشي تتفرج حتى لا كتجلس معاها كتدخل معاها باش تنفرج النقاشات كتكون كتناقش شي حوار وسخ النقاش وسخ الطاح في النقاش موضوع قوي واش كتشعر عادة بالتجانس ان الافكار ديالك تتواجد مع الافكار ديالك او التقدم انك انت كتهضر في خطاب عالي جدا خصهم مرضو مثلا واش غير يمشيو في الخطاب ديالك حكم يعني او التاخر كتقول ايه هما كيهضروا في عالم وانا في عالم هما كيناقشوا بزاف وانا باقي ما كنقراش الكتب بزاف وكتقدم راسك بين مجموعة كبيرة حين يقدم احدهم بطلب حين يقوم احدهم بطلب استشارة واحد مجموعة شي واحد كيطلب واحد المشورة باش غنتصرف واحد مثلا كان الله يكرمك السر فممكن تتعاوني بغيت نستشر معكم انا عندي كذا وكذا شنو كيبان لك؟ شحال تتحدث ماذا تسمع مع الاشخاص باش تلقى الزباد كتشوف تسمع هذا وتسمع هذا وتسمع هذا وتسمع هذا عاد تهضر انت او اذا تكون انت اول واحد راه كيبداو كتعلم يدك انت تكون صدق او تستمع الى الاراء من حولك حتى كيجمعوكم كتكون انت اخر من يتكلم انت كتسمع لهذا وتسمع لهذا وتسمع لهذا في الاخر عاد كتهضر انت. كاين واحد النقطة الأخيرة في حال وجهت لك ملاحظة جريحة قليلة شي واحد وجهك ملاحظة ولكن حسيت أنه جرحك شوية يعني كانت قاسية كيف تستقبلها؟ وواجه صاحبها بشراسة قلب في قلبها عمرو رجع يهضر معايا وحاول التعبير بدون ما تعزي عليك وقول له هذا فلان رفقا أو لا كنظن تكلمت مع الصبر كنجي كنجبر له عذر تكلمت مع الصبر والله شفتوا لي الاختبار الدوات ديالنا اكيد كل واحد كيفاش غادي يحضر دابا انا عطيت من غير فكره ولكن هذا اختبار الدوات ديال الاختبار حنا وكيف نتواصل مع الاخر حنا موقعنا مع الاخر كيفاش كنبغوا الفكره ديالنا كتحاول تسمو وضعيات حياتيه كنعيشو بشكل يومي يومي عاد تعصب يومي عاد شي نقاش شي واحد ما تفهمش معاه يوميا شي واحد ما كيطلبش مشوره دائما هذه وضعيات حياتيه معاشه يوميا اذا حنا هنا كنقولوا فعلا نتملك الاليات ميكانيزم التواصل الفعال باش نقدر فعلا نجاري هذه الوضعيات ونكون انا دائما نحقق واحد عاداتي حيت الرضا ديال الذات هو كل شيء كترجع للدار ديالك اكيد تكون واحد التقييم للذات اكيد كنا كنديرو انت جالس في الفراش واحد خمسه دقائق ما تنعس تقول درت هذه درت هذه درت كتبقى تقيم الذات صح هذا تكون الانسان متوازن حتى في الحياه ديالك لقيتي ذاتك ورجعتي ذاتك بشكل يومي كتقول دائما تطمح الافضل كتقول اذا انا باقي حيت الاذكياء والناس اللي عندهم مهارات هذا دائما ما كنتش راضي على ذاتهم كتقول انا خصني نكون افضل غدا اذا واحد الشخص ربما كانت عنده الانزعاج نحاول نقدر نتكلم صافي المسؤوليه مثلا سواء كنت مثلا في جمعيه مع ناس كتخدم في جمعيه او لا في شي مؤسسه او لا كذا عندي تواصل مع المواطنين اكيد تبقى عندكم شي واحد عندكم مثلا ستاتيستيك شي واحد عندكم شي واحد تعاملت مع طريقه ماشي لابقه عندك تقدم راسك هذه فرصه تطوير ذاتك هي فرصه باش تطور ذاتك